وفي كلمته أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أكد أن العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية قائمة على التعاون والصداقة والاحترام المتبادل في كافة المجالات. هذا وأضاف بن سلمان في كلمته خلال انطلاق فعاليات القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض أن انعقاد هذه القمة يؤسس لمرحلة جديدة من ارتقاء العلاقة بين الدول العربية والصين وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تحقيق المستقبل الذي يطمح له الشعوب. إن علاقة تاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات، وتولي دولنا أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية من أجل تطوير اقتصادياتها ورفاه شعوبها. ونمضي في المنطقة العربية ببالغ الاهتمام لما حققه جمهورية الصين الشعبية من نمو مضطرد وتقدم تقني متسارع جعلها ضمن الاقتصاديات الرائدة عالميا، ويؤسس انعقاد هذه القمة لمرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقة بين دولنا وتعزيز الشراكة في المجالات ذات اهتمام مشترك، ومن أجل تحقيق المستقبل تطمح له شعوبنا ولتنعم الأجيال القادمة بالرخاء المنشود، علينا مواصلة تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الدول العربية والصين في إطار الثنائي والمتعدد، وتطوير التنسيق السياسي على الساحة الدولية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.